مشاهدينا الكرام، طابت أوقاتكم. رجل أعمال استثنائي وقائد إداري بارز، يعد من أنجح رجال الأعمال في التاريخ السعودية. بنى إمبراطورية تجارية ضخمة وصنفت مجلة فوربس الأمريكية ضمن قائمتها لأثرياء العالم. ساهمت أعماله بنهضة تنموية هائلة، وطالت استثماراته قطاعات اقتصادية واسعة. سيرة وحياة رجل الأعمال السعودي عبد العزيز بن حمد القصيبي، حياكم الله في برنامج الراحل. لسنوات طويلة ظلت سواحل المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية تمثل بوابة دولية ونافذة تواصل للسعوديين مع العالم، فقد مكنها موقعها الجغرافي الاستراتيجي لأن تصبح مركزاً تجارياً حيوياً يخدم المنطقة وسكانها. ساهم رجل الأعمال عبد العزيز القصيبي في نهضة البلاد التنموية من خلال استثماراته في مجال الصناعة وتجارة الاستيراد والتصدير، بعد أن ربط السوق المحلية بإمدادات الأسواق العالمية، ليصبح بذلك أحد الرواد الأوائل في قطاعي التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية. أساس تأسيس أسرة القصيبي، أساس الأسرة الجماميل كانوا بالأساس، لكن إن أردنا التحدث عن الوالد وجدي وإخوانه، فأساسهم كان أسسوا تجارتهم بداية في الجبيل، وكان عندهم لنج حق طواشة اللولو، كذلك كان عندهم مزرعة كبيرة حق الشلب اللي الآن احنا نسميه الرز الحساوي. طبعا اللولو كما معروف انه جت له فترة ومن بعد اكتشاف اللولو الياباني اختلفت الأسعار، زائد الطلب قل عليه العالمي. صادف ذلك أرامكو، تواجد أرامكو بداياتها في الخبر، فانتقلت العائلة من الجبيل إلى الخبر في بداية تأسيس المدينة. طبعا أنا ذكرت الطواشة، يعني كان هو مع أخوانه العم محمد وإبراهيم الله يرحمهم، كان بالبداية في الخبر كان عنده دكان يبيع فيه كافة البضائع، عمل فترة في أعمال الصرافة، وبدأت ومع حركة أرامكو وطلباتها تطورت الأعمال شيء فشيء، فانتقل إلى مجال الوكالات التجارية، كان موزع لسيارات فورد هنا في المنطقة، إلى غيرها من أعمال. طبعا هو جدي الله يرحمه كان هو الأول رئيس للغرفة الشرقية، وله مساهمات كثيرة متنوعة يعني في أنشطة كثيرة في المنطقة. بداية عمي، أقدر أبتدي أقول لك إن اللي أنا أعرفه إن عمي كان يشتغل في الجمرك في ميناء الخبر، وكان أياميها اللي هي يسمونها في الخبر فرضة الخبر. وعمي سليمان أيامها كان صغير لسه يدرس، فاللي حصل أن والدي مع جدي حمد قرروا أن يعملوا شركة، فهي بدايتها كانت معاهم. فجدي حمد عمل شركة حمد بن أحمد القصيبي وأولاده، فهي بداية عمي كانت في الشركة. وأنا اللي عارف أن عمي كثير كان ميوله كثير بالأرقام والبنوك الخال عبد العزيز القصيبي كان من الشخصيات الفذة في المملكة السعودية بالنسبة إلى العمل كرجل أعمال. فلما كان القصيبي واللي معاه الخالي أحمد القصيبي وسليمان القصيبي تأسست شركات كثيرة، وما كان في أحد موجود إلا القليل، يعني مثلاً شركات العم المرحوم سعد المعجل والتميمي
المرحوم علي التميمي وغيرها، ولكن كان هم ينظرون للقصيبي بسبب الطيبة اللي فيهم ومساعدة المجتمع ومساعدة المحتاجين، يعني هذه كان أهم من البزنس بالنسبة لهم. أستاذ القصيبي، يعني من الأم أحمد القصيبي وأخوته الأم عبد العزيز والأم سليمان، هذه الأسرة القصيبي معروفة ب في هي ليس فقط أنها أسرة تجارية ونمت وكبرت تجارتها وثروتها، بالعكس كان في الجانب الاجتماعي حاضر بشكل كبير، يعني هم من هذا المجتمع وللمجتمع، فدائما الجانب الاجتماعي لم يقفلوه أبدا. يعني احنا من خبرتي وتجربتي، يعني كنت وقتها يعني خاصة في رأس غرفة التجارية في المنطقة الشرقية، يعني وهذه من المؤسسات اللي يعني أفتخر، يعني تشرفت برئاستها لثلاث دورات. هي كانت من مؤسسينها العم أحمد القصيبي والشيخ عبد العزيز والعم عبد العزيز القصيبي، المؤسسين هذا الكيان بيت التجار في المنطقة الشرقية. فالجانب الاجتماعي كان واضح، يعني وإعطاهم للمجتمع بسخاء، يعني ففي عندهم برامج كثيرة وفي دعم، سواء للدعم المباشر للأسر المحتاجة أو لما تحتاجه البلد، يعني من نقص في خدمة ما، في وخاصة في كان عندنا لجنة أصدقاء المرضى، وكانت أستاذ القصيبي من كبار داعمين لهذه اللجنة، ودائما حضورهم متواجدين ويدعمون في الجولات الميدانية التي تقوم مع صاحب السمو أمير المنطقة وتقديم الحاجات للمرافق الصحية في المنطقة ودعم المحتاجين من غسيل الكلى إلى مراكز التأهيل الأخرى، يعني فكان لهم حضور كبير في ذلك وملموس، والأسرة يعني معروفة بالخير يعني في البلد، وليس انه تنميه الثروه بس وتركها كذلك، لا، في الجزء اعطاء للمجتمع كان حاضر بشكل كبير. هو واخوانه رحمهم الله جميعا اسسوا اعمال كثيره في مجالات كثيره، لا شك انه في البدايه كانوا عصاميين ومكافحين، في النهاية هم تركوا أعمال كبيرة أو مساهمات كبيرة في المجال المصرفي، في الصناعة، في التجارة. عندما نتكلم عن الشيخ عبد العزيز القصيبي، قامة اقتصادية، رجل أعمال كسب الناس من خلال العمل الخيري والاجتماعي والإنساني، في حقيقة أنا لم أعرفه إلا من صغر، حيث يزور والدي عندما يأتي إلى الأحساء في استراحتهم، والدي أحمد بن داود المغلوب هو رجل أعمال مثل الشيخ عبد العزيز القصيبي، تربط بعلاقات صداقة وهو مع الشيخ أحمد كذلك وأخوانه، فعندما يأتي إلى الأحساء الشيخ عبد العزيز يزور والدي في مجلسه ويتحدثون عن التنمية والطفرة والإقتصاد، ثم يتكلمون عن المجال يعني الاجتماعي الذي يخدم والإنسان الذي يخدم هذه المحافظة الأحساء وباقي مدن الشرقية، ويسأل هل في من يحتاج إلى مساعدة أبلغوني. فهذا ميزة طيبة في الشيخ عبد العزيز الذي أثرى المجتمع، مجتمع المنطقة الشرقية، بمساعدته ودعم الجمعيات وحضوره في المناسبات، له حضور اجتماعي، وبالتالي كسب الآخرين من خلال تواجده في تلك المناسبات وجعل له يد يعني طيبة معهم. أحمد قال لي خذ نص المبلغ اللي في محفظته وسيله، وأنه سوينا الشيء هذا
واني انا لما قلت للدكتور ترى هذا الشيء يعني يعتبر غير نظامي، قال انا المسؤول سويها وانا المسؤول، اذا صار اي شيء انا المسؤول. طبعا يقول اخذت كلمته لانه يعني رجل يعني عنده كلمته بالتاكيد. فهذا اللي صار يعني خدمني بطريق. بيتهم كان من البيوت المعروفه في الخبر، وبابهم دائما مفتوح للغني والفقير، والكل يتمنى لهم الصحة والعافية، ونفتخر في العائلة هذه أن يعني نباتها طيب، أثارها طيبة، تعاملها مع مواطنين طيبة، فحبينا دائما أن نحب بيت العم حمد القصيبي اللي هو عبد العزيز أحد أبنائه. وعبد العزيز بيني بينك هو الدينامو حق العائلة، هو الدينامو، يعني الكل يعرف أنه هو الدينامو. أنا أتذكر أنه يوم من الأيام كان هو في المجلس البلدي عدة مرات، له دور في تطوير مدينة الخبر. هو وأسرة القصيبي متعارف عليهم ملفى للمحتاج اللي عنده ظروف، ومجلسهم عامر ومفتوح للجميع. زوار المنطقة كانوا يتشرفون بزيارة مجلس القصيبي، وبالذات في الأعياد والمناسبات. سمعة الأسرة في ليست فقط في المنطقة الشرقية أو المملكة وخارج المملكة في الخليج، فمساهماتهم والمشاريع التي أنشأوها، وليس فقط مساهمات هم وأفراد أسرهم، حقيقة كثيرة جدا ومعروفة لكل أهل المنطقة. أنا تعرفت عليه عن قرب أول ما دخلت في غرفة التجارية الصناعية كعضو مجلس إدارة سنة 1976 ميلادي، وكان هو ذاك الوقت نائب رئيس الغرفة، ويعني سبحان الله رحبني وشجعني وقال حنا نبي للشباب ونطعم الغرفة ومجلس بالشباب، فكان يعني ترحيبه جيد، واني واخر عني الرحبه في البدايه، وكان دائما يعني يجمعنا عنده، نجتمع عنده في اجتماعات التفكير يعني والدراسه الامور. كان يهتم يعني، وهذا يعني طبعا كل عائله القصيبي جزاهم الله خير يهتمون بالفقراء بالامور الاجتماعيه، من مؤسسين جمعيه فتاه الخليج بالخبر، فكان دورهم اجتماعي قوي جدا. وكان الشيخ عبد العزيز من دائما مبادرين في هالامور، وانا اذكر دائما يقول لنا يعني لما يجينا شيء عن تبرعات او حاجه هو من الاوائل اللي يشجع الناس ويشجعنا على التبرع. ما في شك انه شخصيه اجتماعيه، يمكن انا اتصور من رواد المسؤوليه المجتمعيه في المملكة، لم يكن في المنطقة كلها. كان الله يرحمه يعني إنسان بمعنى الإنسانية صح، وعلاقات المجتمعية كيف كانت متشابكة مع كل أطياف المجتمع في المنطقة الشرقية تحديدا، سواء في الخبر أو الدمام أو الأحساء. كان الله يرحمه يعني محب للخير، كان عماله يمكن أنا أتصور بعد وفاته كان يعني شيء معروف عنه، بس بعد وفاته الكم الكبير من الناس دي فعلا ما كان أحد يعرف إيش كان يعمل لهم عبد العزيز القصيبي. رجل دولة أكثر من ما يكون تاجر، هو الوفي، هو الحبيب، هو الأخ، هو الصديق الصدوق، هذا عبد العزيز القصيبي، مختصر مفيد. ولد الراحل عبد العزيز بن حمد القصيبي في مدينة الجبيل بالمنطقة الشرقية عام 1920. تعرف الراحل على عالم التجارة في عمر مبكر من حياته، عندما انضم للعمل مع والده في مهنة الصيرفة، حيث بدأ محاسبا في ميناء الخبر، ومن هناك راح يراكم الخبرات
ويكتسب مهارات البيع والشراء حتى تكشفت له أسرار المهنة وخبايا السوق، ليتمكن لاحقاً من تسلم دفة القيادة وتسيير شؤون تجارة عائلة القصيبي. الوالد ولد في الجبيل في تقريباً أواخر العشرينات الميلادية. كانت بالبداية في الجبيل يعني كأي طفل في تلك الفترة، يعني الأشياء كانت يعني بسيطة بذاك الفترة، يعني مو مثل الآن. فنشأته درس بالبداية الكتاتيب، ثم درس في البحرين الفترة وحصل على شهادة الخامس الابتدائي عن طريق البحرين، ثم استقر هنا في السعودية في الخبر مع يعني بنشاطة، واشتغل في نشاطات جدي حمد الله يرحمه. والله الوالد دائما كان يتكلم على يعني كثير من أصحابه اللي كانوا معاه في الجبيل، وكان دائما في بعض الأسر كان على طول دائما يزورهم، انتقلوا إلى الدمام، فعلى طول كانت ذكراهم معاه حية. كان برضو الوالد الله يرحمه كان وحنا صغار سنويا عنده ياخذنا حنا كلنا ويودينا الجبيل، وكان يتذكر أيام طفولته والبحر والمياه، وله يعني في ذلك ذكريات خاصة. طبعا الخبر يوم جاه الوالد كانت ما كانت يعني عبارة عن يعني بيوت من السعف في البداية، ثم طبعا بيوت الطين، ثم يعني عاش المراحل كلها يعني، وشاف النقلة اللي صارت في المملكة، فكان هذه بالنسبة له دائما يتكلم عنها ويتذكرها، يعني يقول وين كنا وين صرنا. وكان دائما يحمد الله على اللي النعمة اللي أنعمها علينا هنا في المملكة. علاقتنا مع بعض احنا البنات، لأن ربونا كأخوات ما ربونا كبنات عم، وهذا الشيء يعني الحمد لله ان احنا يعني اخذناه منهم، لان احنا نشوف علاقه والدي مع عمي عبد العزيز وعم سليمان واحنا قاعد نقلدهم، لانهم ربونا كخوات. فعلا الحمد لله ان الاسره يعني ظلت الى الان متماسكه، ونحب بعض ونحترم بعض ولله الحمد. في الكثير من الاعمال والشركات هم طبعا استمروا فيها كأخوة، اللي هو الوالد بعد وفاة جدي، وعادوا تأسيس الشركة من جديد للعم أحمد والوالد وعم سليمان. وكان الحديث عنه يعني أنا عاصرت الوالد من خلال العمل على الأقل بالشركات ذيك الفترة، فكان يعني يذكر بعض الأشياء اللي لها علاقة في الجد أكثر، يعني من الأشياء اللي كان يسويها جدي. فكان له يعني بصمات كثيرة يعني يتذكر فيها جدي حمد. يعني والله الوالد الله يرحمه يعني من أصدقائه يعني كانوا مقربين، العم عبد العزيز القصيبي أبو سعود، و كان من عز أصدقائه، وكان فيها العلاقة يعني قديمة ويعني ما بينهم من أول بدايتهم في الحياة العملية خاصة في مدينة الخبر. الوالد بدأ عمله هناك فيها، وكان من الأسر اللي كانت موجودة هي أسرة القصيبي والشيخ عبد العزيز وأخوته في العم أحمد القصيبي والعم سليمان القصيبي، هذا كانوا يعني من وكان مجتمع صغير أصلاً في مدينة الخبر أنا ذاك، فيعني الأسر ورجال الأعمال وفي المدينة نفسها كانوا دائماً يكونوا مع بعض في ومجموعة واحدة، وفي بينهم الألفة والتقارب يعني، يعني بتلاقي بعضهم يمكن تلاقي في نفس المناشط بس على بساطة المجتمع أنا ذاك، وكان بالعكس ما
يعني المنافسة في التجارة، بس لما تكون العلاقات والصداقات تظل، ودائما تشوف العلاقات قديمة ومتأصلة. يعني لم يدم وقتا طويلا قبل أن يشرع الراحل في توسيع أعمال شركة الإكصيبي، حيث أدرك الإكصيبي في وقت مبكر حجم وقيمة اللحظة التاريخية التي تعيشها البلاد آنذاك والمنطقة الشرقية تحديداً، عندما بدأ يتدفق الزيت بكميات تجارية من حقول النفط السعودية، فسعى لاقتناص فرص الاستثمار التي بدأت بالتشكل حول صناعة النفط وتصديره. طبعاً هم انتقلوا من الجبيل إلى الخبر، لأن كان الوالد حمد في الجبيل من اللي يتاجرون في اللولو مع العم محمد القصيبي وابراهيم القصيبي، هم الثلاث اخوان. طبعا اجوا المنطقه الشرقيه، اجوا للخبر. خالي عبد العزيز الطاهر توظف في الجمارك السعوديه، والخالي سليمان في ارامكو، وخالي احمد في الارامكو، وخذوا خبره كفايه في ارامكو. وبعدين علاقتهم مع الاداره الامريكيه ذاك الوقت، وصي عليهم أنهم ينتبهون للوكالات والشركات الأمريكية، فأحضروا في أكبر عملية كانت لهم في 52 تجميع سيارات الفورد، كانوا وكلاء للفورد قبل يعني اللي تشوفهم الحين. وبعدها دخلوا في التصنيع اللي هو البيبسي كولا، والشركات اللي كانت تورد معدات خاصة لأرامكو مثل شركة سوموتومو للأنابيب، ونتج عنها عملوا مصنع في مدينة الخبر يعني والمنطقة الصناعية، عشان يمدون أرامكو بالاحتياجات حقتها. وأجروا عليهم السيارات الفورد اللي كانوا يجمعونها هنا في الخبر في شارع خالد كان المصنع. عبد العزيز القصيبي ما أخفي عليك يعني مقدام ونظرته بعيدة ولا يخاف من التجارة. إحنا نخاف شوية من التجارة لأن نخاف من الخسائر وهذا، لا هو ما شاء الله عليه مقدام. فأسس بيت القصيبي بهمته ويعني وإقدامه على هذا، وعنده مواقف كثيرة أعرفها. هو يعني بنى بناية أذكر في الدمام، وبناها وبعدين جو الروب وشروها من عنده ب460,000، وكان هذا في ذاك الوقت الحقيقة بناية. يعني فرحت له قلت له يا أخي عبد العزيز ليش أنت بعت هالبناية يعني البناية والدخل؟ قال يا محمد أنا آخذ الفلسات وبتشوف أعمل فيها مع رامكو، مع يعني أورد بضايع من أمريكا غيره هذا تنفعني. وطبعا البنك لما أحط عنده الفلوس هذه أخذ كثرها مرة ومرتين وثلاث. يحرص على أساس أن شركة القصيبي تكون من أرقى الشركات في الخبر يعني، وحريص عليها أنه تجمع الأخوان وأولادهم. أنا تربيت معهم، أدخل بيوتهم، ابنهم يعني أعتبر واحد من أولادهم، وكان يحب الجميع، يحب الأسرة كلها، يجتمع فيها في رمضان فيه، وما يحب أي خلاف بينهم أبدا. واصل الراحل مشاريع تطوير وتوسيع شركة القصيبي من خلال عقد شراكات إقليمية وامتلاك وكالات الامتياز التجاري لعلامات تجارية عالمية، وسرعان ما قفزت أرباح شركة القصيبي لأرقام قياسية حتى بات اسم الشركة علامة تجارية فارقة في المنطقة. شغل القصيبي مناصب قيادية عليا في عدة شركات ومنظمات تجارية،
حيث ترأس مجالس إدارات كل من شركة الإسمنت السعودية وشركة كهرباء المنطقة الشرقية، بالإضافة للبنك السعودي البريطاني والغرفة التجارية الصناعية. الله يرحمه كان أول رئيس لمجلس إدارة البنك السعودي الأمريكي، واللي كان سابقا سيتي بنك ثم تسعود إلى البنك السعودي الأمريكي. كان الشيخ عبد العزيز رحمه الله أول رئيس مجلس إدارة للبنك، وتم اختياره لدورات، عدة دورات لاحقة، وأعتقد يمكن 5 أو 6 دورات، فكانت فترة طويلة جدا بالنسبة لأي رئيس مجلس إدارة. وكانت فترته فترة ازدهار للبنك السعودي الأمريكي، واللي نجح فيها البنك عدة نجاحات. في وقت الشيخ عبد العزيز القصيبي كان أول ATM في البنك السعودي الأمريكي، وكان كذلك هو أول ATM في المملكة العربية السعودية، اللي اليوم تشوف منها الآلاف في الأسواق وفي الشوارع في جميع أنحاء المملكة. أما بالنسبة للسعودة فكانت السعودة تقل يعني عن 30% يمكن في البنك، أو حوالي 30%. في وقت الشيخ عبد العزيز القصيبي وصلت عدت 75%، وليس فقط في الوظائف الصغيرة بل حتى في الوظائف القيادية. من أهم الأحداث اللي حصلت في وقت الشيخ عبد العزيز القصيبي كان غزو الخليج، وهذا أثر على جميع دول الخليج في بعض البنوك في بعض الدول، كان حتى نفذ الكاش منها. في ناس كانت تحب تشتري ترافلر تشيك ما تلقى، تبغى تشتري دولار، تبغى تسافر ما تلقى، تبغى تعمل تحويل، يعني انهزت البنوك في ذاك الوقت. البنوك السعودية كانت أفضل بكثير في جميع الحالات، وأفضلها كان في ذاك الوقت البنك السعودي الأمريكي، فلم تتوقف أي خدمة، جميع الخدمات اللي كانت تقدم قبل عملية غزو الكويت استمرت تقدم من البنك السعودي الأمريكي. والله في قصة أنا شاهد عليها، كان في حنا سمعنا في أول يوم الغزو قصص على موضوع أنه في بعض الطائرات الكويتية أنه نزلوها في مطار الظهران، فكنا بذاك الوقت يعني حنا قلقين، ما حد عارف إيش بيصير، والأعداد الكويتيين بدأنا نشوفهم بالسيارات وما شابه. بعد احنا كان عندنا دوامين في المكتب، والوالد يجي بعد المغرب، فانا قررت يعني بعد اني اطلع الى المطار واشوف القصه هذه، فشاهدت واحد كويتي ومع شنطته يعني، فوقفته وكذا وبحيره لاني يقول ما اعرف وين اروح وكذا. القصه هذه يعني ذكرتها الوالد اني انا رحت كذا وكذا وشاهدت كذا، امرني اني اذهب فورا الى الشخص هذا، قلت له وين حصله يعني، وأعطي تعليمات باسمه للفندق أن يفتح الفندق لأي واحد كويتي. طبعا
كان كثير من أهل الكويت طبعاً الكريدت كارد والبنوك توقفت، واستضافهم الوالد على حسابه لمدة أسبوع 10 أيام قبل يجي أمر الدولة في إعاشة وسكن الكويتيين. فكان هذه شيء يعني ما حد سواه، يعني كان يقدم لهم فطور غدا عشاء فل الفندق على حسابه من طيبته وإحسانه وكرمه. البنك السعودي الأمريكي كانت أرباحه تزيد سنة بعد سنة، وكان ينافس كبار البنوك الأخرى بالنسبة للأرباح بالرغم من قلة فروعه. أرباح عالية والفروع كانت قليلة، إلا أنه لاحقا زاد عدد الفروع، حيث تم في وقت الشيخ عبد العزيز الاستحواذ على البنك المتحد، وكان البنك المتحد قبل ذلك قد استحوذ على بنك القاهرة، فكان هذا سبب لزيادة الفروع. قدمت جامعة لندن البريطانية العريقة الدكتوراه الفخرية في الاقتصاد لمقام الراحل عبد العزيز القصيبي تقديرا لدوره الريادي في رفع مستوى التبادل الثنائي بين البلدين وجهوده في تنمية الاقتصاد العالمي. في السبعينيات جت بعثة علمية للخبر وعملوا زي ما تقول استبيان أو دراسة أسئلة معينة بوجود مترجم، بموجبها طبعا شافوا النشاطات والأشياء والخبرات العديدة اللي كونها الوالد، وأعطوا دكتوراه فخرية من هي جامعة من أرقى الجامعات البريطانية في ذيك الفترة. بالرغم من حجم مسؤولياته وكثرة مشاغله، إلا أن القصيبي كان يثمن قيم التواصل الأسري بشكل كبير، فكان حريصاً دائماً على قضاء أوقات كافية مع أفراد عائلته وأقربائه. عمي، والدي، وصديقي، كنت قريبة له في كل الأوقات اللي أنا قضيتها قبل زواجي وبعد زواجي. كان إنسان بمعنى الكلمة حنون عطوف، حبنا أنا والبنات الأسرة كلها، ما فرق بين بنات أحمد ولا عبد العزيز ولا سليمان، حبنا زي بعض. وكان يعني يجتهد أن في عطلة آخر الأسبوع أن احنا نكون كلنا البنات معه قبل أن نتزوج. كان يحرص أنه في كل أسبوع كان يودينا منطقة، يعني سواء كان في بيته ولا أسبوع ثاني يودينا بيتنا اللي في الأحساء الهفوف اللي هو القصر الأخضر زي ما يحب ينادي يقول عمي يسميه. أسبوع اللي بعده يطلعنا الجبيل رحلة صيد، يعني عمي ملى حياتنا من صغرنا. بعدين هذا الشيء انعكس علينا حتى لما تزوجنا، كان يحرص ان احنا نكون احنا واولادنا، يعني اولادنا حبوا عمي كثير، كل اولادنا يعني اللي هو يعتبره احفاده، لان عمي له كان له خلق على الاطفال ويحب يجمعهم، يحب يكون معاهم. يعني ما تكمل الجلسه الغداء ولا إذا كان عشاء عائلي يكون بدري إلا في وجودنا إحنا وأولادنا كلنا. فهذا الشيء يعني
نتذكر عمي وفقدناه في رحيله الله يرحمه. العائلة متماسكة مترابطة، لهم تقاليد خاصة للعائلة، وكل مسؤولين عن جميع العائلة، يعني الجد حمد والخوال مسؤولين عن جميع العائلة واللي شو اسمه واللي حول المجتمع في الخبر. عمي الله يرحمه ويغفر له، لما جدي الله يرحمه عمي جدي حمد هو على فراش الموت، طلب من عمي عبد العزيز، طلب أخذ عقاله وحطه في عنقه، قال له أنا بعطيك أمانة، خواتك القصر عند خوات من أبوه، خواتك القصر أمانة في رقبتك لغاية ما تزوجهم. فعمي حمل الأمانة هذه وفعلا لما زوجهم قال الذكر قال البنت سعاد قال الحمد لله أني أنا أديت الأمانة والحين الطوق اللي على رقبتي أنا شلته. فما هو سهل، لأن عمي الله يرحمه كان بار في والدينا، يعني والدي وعمامي ما كانوا أبدا يدخلوا بيوتهم كل يوم المغرب قبل يدخلوا على والدتهم بر فيها ويسألونها حاجتها، وجدي دائما كثير السفر، فإذا جدي موجود طبعا لكن والدتهم دائما في البيت، فيدخلوا على أمهم يقعد معاها يشوف خاطرها يشوف خواته، كان بار بخواته، يعني مش بس في والدينا كمان بخواته. عمي ترك إرث كبير لأن إحنا يا بنات القصيبي ولأولادنا كمان حتى امتد لأحفاده، يعني أولادنا يحبونه ويتذكرون مواقع كثيرة معه. عمي عبد العزيز كان يكلمني ياخذ برنامجي قبل أسافر، لأني أنا ما أجيهم على لندن، أنا أروح سويسرا، فكان يقول لي من التاريخ هذا للتاريخ هذا حتكونين عندي في لندن أنت وأولادك، فإحنا نحرص أن إحنا نكون مثل ما هو يبغى، لأن مو بس عشان هو يكون سعيد إحنا كمان يسعدنا هذا الشيء. يعني الوالد كان حياتنا كلها، ومن منا لا يفتدق يعني والده. يعني أنا كنت يعني لصيق له في فترة طويلة خاصة في المكتب، يعني تواجده من خلال العمل، الوالد إن لم يكن يعمل كان يعني يزور أصحابه أصدقاءه أو بالعزائم، فكان رجل اجتماعي من الطراز الأول، كان له وبصماته خلفها الجميع وجميع من قابله، كان له مجلس أسبوعي للأسرة بيوم الجمعة، كنا كل الأسرة خواتي وعيالهم يعني كل، فهذا كان يوم للأسرة خلاف الأيام العادية حتى في سفرة، فعنده يعني المناسبات سواء في يعني الحساء أو حتى في لندن كان يحرص كثير على كل أفراد الأسرة وتواجدهم معه، ويكلم الصغير والكبير، وله برنامج يعني حتى في عند البدالة، ما كان ذاك الوقت في تلفونات جوالات، وكان معطي السنترال عندنا لائحة في الأوقات ويذكر فيها الآن يوم فلان واليوم يوم فلان، فكان حتى في تواصله مع الناس عنده برنامج، وكان دقيق جدا في عمله. في عام 2009 بادرت عائلة القصيبي ممثلة بابن الراحل سعود ببناء مدرسة عبد العزيز بن حمد القصيبي للتعليم الخاص، تخليدا لاسم عبد العزيز القصيبي وتماشيا مع رؤيته في المسؤولية الاجتماعية تجاه وطنه ومجتمعه. يعني كان في لهم مساهمات كبيره للقصيبي في بناء بعض الاشياء، مثلا ان كانت هي مدارس او كانت يعني كانت حقول ثانيه كان لهم ايد كبيره فيها، مثلا الجمعيه النسائيه اللي موجوده في المنطقه الشرقيه الان، فتاه الخليج اللي في المنطقه الشرقيه الان لهم يد فيه مساهمة كبيرة، والآن اللي يديرها منهم هم أولاده وبناته، هم يديروها من هذاك الوقت الآن صار لها 40 سنة أو أكثر
الله أعلم ممكن أكثر، كلهم يديرون. هاي واحدة من المساهمات اللي قوية واللي الآن يعني باينة لكل الناس اللي هم درسوا فيها العوائل والبنات والحريم وعملوا كثير يعني كثير فيها. يعني في حياته بنى يعني في مسجد كبير بناه هنا في المنطقة هو مع عمامي. فمن الأشياء اللي ذكرها لنا أنه يعني رغبته أنه كثير من الناس أنه يحط ذلك في وصيتهم وبنوا المسجد. يعني فهو جابها بطريقة مختلفة، قال لا أنا ما أبي أكلفكم تبنون المسجد، أنا حبني مسجد بحياتي. فكان هذا شيء يعني ملموس له وينم عن حكمة عند الله يرحمه. في 11 من شهر مايو من عام 2003 توفي الراحل عبد العزيز بن حمد القصيبي عن عمر يناهز 80 عاما. لما جانا خبر أن عمي بدأ يتعب في آخر أيامه رحنا كلنا عنده في المستشفى، أنا كنت في الرياض وطبعاً كلموني ورحت، وكلنا البنات كنا أو أخواني كلنا كنا قاعدين عنده في المستشفى ندعي له ونقرأ له القرآن. وكان يعني عمي ما كان مفاجأة، عمي كان في كوما تقريباً 2 سنين و7 شهور. فلما راح يعني كثير تأثرنا وتعبنا كثير نفسياً، احنا عارفين أنه مش سهل علينا ألم الفراق، لكن له الحمد عندنا كان عمي سليمان هو اللي شال محل عمي اللي هو كان طبعاً عميد الأسرة من بعد عمي عبد العزيز، وخفف علينا كثير لأنه هو كمان كان عنده نفس الأسلوب بال تعامل وتربيتنا واحدة كانت، فما حسينا بكثير، حسينا بالفراق طبعا، لكن الحمد لله المسيرة مشت مع والدنا سليمان. رحل القصيبي بعد أن أحدث ثورة صناعية واقتصادية غير مسبوقة في تاريخ البلاد،